مساء الخير من باريس، مدينة الأضواء، عاصمة فرنسا. نحن نقوم الآن في جولة سياحية، فرايحين نتحدث شوي مع المرشد عبد الرحمن اللي معنا، ومنشوف يحكي لنا عن المنطقة اللي احنا فيها. فمنقول لكم كمان شوي منكون هيك في صورة بانوراما. عبد الرحمن، طبعا نحن حاليا قدام متحف اللوفر الشهير. حاليا نحن الان قدام متحف اللوفر الشهير، كما ترون يعني دار مدار، يعني بتشوفوا هذا الاثر كله هو المتحف نفسه. يعني احنا في داخل متحف اللوفر حاليا، في ساحة الداخلية حق متحف اللوفر. وهذه المثلثات الثلاثة أو الأربعة، في ثلاثة وفي واحدة صغيرة هناك. هذه المثلثات الثلاثة مبنية على طريقة الأهرامات المصرية طبعا. ومن الداخل طبعا في غرفة نوم الملك لويس الثامن أو السابع، مش متأكد. الرابع عشر. لويس الرابع عشر. الرابع عشر ممكن. غرفته موجودة كاملة كما هي، يعني مجسدة وموجودة في لوحة. موجودة في داخل المتحف ولا؟ داخل المتحف. في هذا الجناح. كل المتحف. هذا كله متحف كله. يعني بياخذ معاك يمكن 4-5 ساعات أو أكثر. يوم كامل خلص يعني. هذا كله متحف يعني. دار مدار. وفي تحت الارض برضو لو تيجي يعني بتشوف من هنا بين هنا عندك في برضو التماثيل ال هنا داخل المتحف وفي تماثيل برضو من تشاد. من تشاد ايوه، مسلات في الراس توما واحد. هي فرنسا كانت موجوده مستعمره في شمال افريقيا، مستعمره افريقيا كلها حريتها. ايوه ماخذه حريتها، وعندها تماثيل يعني يطالبوا فيها الدول، في دول بتطالب فيها. وأضافوا إليه الإسة المسروقات من العراق ومن سوريا، وهذا حدث لا حرج هذا. والآن ممكن من اليمن برضو يعني من اليمن اليوم عايشين يعني. فأتمنى يعني أنكم يعني تكونوا مستمتعين بجيتكم هنا أولا. ثانيا يعني أتمنى أن أكون يعني مفيد لكم يعني، وعندكم أسئلة أسألوني يعني. المطر بدي ينزل يا عبد الرحمن. ايوه احنا عندنا في البلاد درجه الحراره الساعه حوالي 30 31 32. نعم هنا طبعا المطر لو نزل ما بيحبوا كثير المطر، لكن لازم تاخذ احتياطك دائما، لازم يكون معاك المظله الشمسيه، لازم تشيل المظله معك. في ابو رامي بيسال ماخذين مترجم معكو؟ نعم. يترجم الفرنسية العربية. أنا أشتغل احكي مترجم برضه. احكي، عرف بنفسك بالفرنسية؟ لا عرف نفسك مين أنت؟ واحد بسألنا واحد بسألنا. أوكي ممكن أنا قلت أبو رامي عاوزني أتكلم بالفرنسي. أنا اسمي لا مش عايزك تتكلم بالفرنسي، بالعربي. أوكي أنا اسمي عبد الرحمن عمر، عمري 24 سنة. بس زيادة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ومواليد تشاد، وعايش الآن في فرنسا من 10 سنين مع العائلة. أبو رامي سمعت؟ خلصت تخصص انفورماتيك اللي هو الكمبيوتر IT، وبشتغل برضو كمرشد سياحي ومترجم عربي إنجليزي وفرنسي، عندي 3 لغات هاي، وعايش في باريس. الله يحييك عبد الرحمن. بدي احكي بس شغله ان شاء الله. نجيك هناك ونتزوج. تعالوا خلص بلاش مهر، خلينا نسمع شوي من نجاح. بس ملاحظه صغيره، هو حكى انه هذول على حسب على الاهرام، حسب الاهرامات او شكل الاهرامات المصريه. نعم فعلا هم ماخذين كمان كل انماط العالم يعني. هذا مثلا هذول العواميد من ايام الرومان، بيشبه يعني الرومانيه، بتشبه يعني الرومانيه. وكل التماثيل هناك ايام الفتره
الفرنسية اللي حطوا الفرنسي مكان. أيوة. سأنا بدي أقول أنا هلا بس للمحل هذا أنا حاسة إشي غريب مش لايق يكون موجود هنا، على الرغم من إنه كنت تحكي فيها مهندسة على الطراز الحديث وعلى أحسن طراز عاملينه، بس المحل هذا أنا شايفة أنا شخصيا مش مكمل الصوره الحقيقيه يعني بدل ما تشوف كلها ضوئات دائري مع بعض مضبوط شيء يعني عظيم بالنسبه لنا اللي معك بس انا يعني الطريقه جدا حديثه وانا مدينه محل جدا قديم جدا يعني كلاسيكي وعمل هيك تضارب مش قادر حسيت نفسها انا مش ماشي انا بعتقد أنا بعتقد مخذين من الأهرامات هاي اللون حاطينها مش مخذين الجانب الفن المعماري أو التناسق مخذين الرمزية الأهرام ترمز للعظمة ولا لإشي قديم ولا وكمان ترمز للفن المعماري والأسلوب اللي انبنت فيه فبعتقد أنا شخصيا إنه مخذين الرمزية في الموضوع وايضا لانه الاضاءه هذه بتجيب يعني السياح للاضاءه دي وللشكل هذا في ناس كثير بيجوا في الليل دحين المتحف مغلق لكن بيجوا عشان الاضاءه والشكل المعماري هذا هي ما معترضه على الموضوع هذا هي معترضه بين القديم والجديد شو رايك نقف لهون هيك احنا بنقدر نعطي للمشاهد صوره للاهرامات اللي من زجاج عاملينها في متحف اللوفر واللي احنا بنتناقش عنها في هذا يمثل هرم خوفو هرم خفرع وعلى الشمال هرم منقرع بعيد شوي مبين في بوابة النصر هو مجسم الأيام. إحنا بنعطي هنا خمس دقائق. في داخل متحف اللوفر كمان أبو أشرف بلفت انتباهنا إلى إنه في مجسم لبوابة النصر. هاي بقرب الصورة الكل شايفها. إحنا كمان مرة متواجدين في متحف اللوفر الشهير العالمي على مستوى عالمي. فيه أثمن التحف والأشياء الأثرية فاللي بيفكر المتحف لوفر هو عبارة عن بناية صغيرة فإحنا بنقول له حارة حي كبير متحف اللوفر إحنا قاعدين بعمل يعني صورة بانوراما في متحف اللوفر متحف اللوفر أغلب الناس بتعرفوا بعيد على نسبة للوحة الموناليزا الشهيرة هي موجودة في متحف اللوفر الله يحييك أستاذ عيسى نجاح ام حسين هي هون كمان بتسلم عليكي وراحت عليكي بتقول لك فهد مش رايح اشتري لك هديه اهلين ابو ممدوح الله يحييك كيف هاي الصوره
فهد تنساش انه لوحه الموناليزا الاصليه موجوده هون. طبعا حكيت قصة قبل شوي، هي اقدم لوحه زيتيه موجوده في المتاحف. كرم شقور ابو رامي، من شو ماخذين معك مترجم؟ حكينا لك يا ابو رامي. ديني مثل ابو رامي بضل يشتغل بينا. عم يتقهروا فينا. بعد هو ابو رامي ما تطلعوش على البث يا اخي، تطلعوش ابو رامي على البث، خليه نجاح. نجاح بتقول ما تنساش الهدية، قلت لها فهد بجيب لك هدية. لا ولا إشي ولا إشي ولا إشي. أيام اللولو ولا راحت راحت. شفت العروس السنية جاي تعمل نوف؟ إيه كم وقف معنا ابني بكريزيدنت الماني لما راح يشوف عبد الرحمن. يا عبد الرحمن نعم كلم ابو الجواد. اوكي بس خلينا ناخذ له صوره. يا عبد المحسن لا بعد ما تصور. من هون الصورة واضحة أكثر. اللي أبو اللواء نحن نتواجد الآن في متحف اللوفر في باريس. المتحف بشكل داخل المتحف، ممكن احنا بكره نلاقي لنا خلينا نقول ساعه زمان بالبرنامج شويه مضغوط تبعنا، لانه في هون لوحه الموناليزا يعني في ناس هنا حابين يشوفوها. نحاول بكره نلاقي لنا خلينا نقول ساعه اللي ندخلها في البرنامج تبعنا منشان على ساعه الدفع هون غالي. مضبوط. اوكي قد ايه بتكون احنا خلينا شوف كيف قديش بده يكون الدور عليها؟ تكون الاف الناس، ثلاث ساعات مش مكان طالع بس الساعة ما قارنوا بين الثنتين هون. طيب يا جماعه بطلع بطلع الناس اللي بتشوفوا عشان
كيف تيجي؟ اه عفوا ضربوا اصلا برضه هدلقوا اكلني بصوت غير مع وصيان هناك نجرب هون صعب هون بدكو بدكو بعد وبدكو ارتفاع برضو بعدين معك فاطمة شو تصير؟ صورتي؟ طيب خليك ورا الحركة يلا نتواجد كما ذكرنا في متحف اللوفر في باريس العاصمة الفرنسية نشوف انه المتحف ضخم جدا كبير جدا اطلع على الصورة أنا كمان بنكمل في متحف اللوفر بعد هذه الفقرة الصغيرة في جانب الأهرام موجود على البرج الصخرة شوية ببين البلشة بين البرج وضوء بالليل كثير حلو البرج هو مضوء بالليل احنا بنشوف كمان في مطعم اللوفر هنا في محلات للأكل ومحلات للمطاعم ومقاصف هون في مدينة ملاهي كمان انا شو بدي اقول لك مستحيل اركب فيها مستحيل لما كنا فاهم بس اصغر من هيك بهالشيء
اصغر اصغر من هيك بضوي سمول ليتل هذا انا فاهم بضويش هذا ما بضويش هذا فيه له بطاريه خمسة بيورو هذا بس بضوي هذا البرج ابو فادي مع البرج هذا البرج مع البرج هذاك ضاوي هلا طبعا هاي هدايا تذكاريه هون ببيعه لانه انا مشهور في برج ايفل زي ما بقولوا اللي بيجي على باريس ما بزورش برج ايفل ما جاش على باريس كانه ما جاش على باريس هون قريبين جدا من بوابه النصر من هون نظر نشوف بوابة النصر ومن هون كمان بنشوف برج ايفل بنقرب الصورة نحاول طرف العلوي الجزء العلوي من برج ايفل جورجيا وين ابو حسين في داخل متحف اللوفر كمان مرة بنحكي وقيمة مجسم لبوابة النصر الشهيري أحد معالم باريس التي أقيمت في ذكرى مناسبة النصر على النازية لذلك سميت بهذا الاسم بوابة النصر
جولة سياحية ليلية. على يميننا مدينة الملاهي والألعاب. أبو حسين دير بالك على أبو حسام. الله بدير بالك على الجميع، فطر عليك بعيوني. شوف هاي وحدة من المفاجآت. من هنا احنا بنقدر نلقي نظرة على الجزء العلوي من البرج، برج إيفل. برج إيفل. هذا الجزء العلوي من البرج يا أم باجت مالك. جولة سياحية في باريس، في جولة سياحية في باريس في منطقة متحف اللوفر. هاي كمل ابو فادي، جيبوا صار يصور ويبوس اخرى. بوسه تعال تعال هون، تعال امسك بالراس، امسك ضب بشانزك يا بنت. بس حل لا لا نظر لكم إلى هنا نكتفي بهذا القدر من البث المباشر. نعود إليكم من باريس، من باريس طبعا، من جانب متحف اللوفر، من جانب مدينة الملاهي. نعود إليكم بعد قليل إلى اللقاء.